وتعطلت وتعطلت لغة الكلام وخطبت عيني في لغة الهوى عيناك. العيون بحسب أمير الشعراء أحمد شوقي أبلغ في لغة الهوى من الكلمات، وللعيون في الشعر العربي حظوة لا تكاد تغيب عن مدونة شاعر. عن سحر العيون السوداء يقول إيليا أبو ماضي: ليت الذي خلق العيون السوداء خلق القلوب الخافقات حديدا، لولا نواعسها ولولا سحرها ما ود مالك قلبه لو صيدا. أما جرير فأوفى العيون الحوراء حقها في الوصف، فهي الفتاكة رغم ما بها من ضعف. إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. وبالمرأة الدعجاء تغزل بشار بن برد قائلا: ودعجاء المحاجر من معد كأن حديثها ثمر الجنان، إذا قامت لمشيتها تثنت كأن عظامها من خيزران. واستعار جميل بثينة من جمال الغزلان المقل لوصف عيون من رام ودها: لها مقلة كحلاء نجلاء خلقة كأن أباها الظبي أو أمها مها، دهتني بود قاتل وهو متلفي، وكم قتلت بالود من ودها. ومن ذات المعجم استعار علي بن الجهم ليحدثنا عما أوقعت به العيون من سحر: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. وفي فتنة المقل لا نظن أبلغ من أبيات امرئ القيس: لها مقلة لو أنها نظرت به إلى عابد قد صام لله وابتهل، لأصبح مفتونا معنى بحبها كأن لم يصم لله يوما ولم يصل. ومن أجمل ما قيل عن سلاح العيون وفتكه بيتان ينسبان إلى نصير الدين الطوسي: كل السيوف قواطع إن جردت، وحسام نحذك قاطع في غمده، إن شئت تقتلني فأنت محكم، إن شئت تقتلني فأنت محكم، من ذا يطالب سيدا في عبده. يا من حوى ورد الرياض بخده، يا من حوى ورد الرياض بخده، وحكى قديم الخزر